سؤال، ما معنى الآية اللي بتقول تنضح علي بالزوفاك فأطفأ؟ الزوفة كانت حاجة عاملة زي الشرش بتاع ال بتاع اي نبات زي الجزر او غيره، كانوا يحطوها في الدم ويرشوا بيها في الهيكل للتطهير. فنضحنا علي بزوفاك اطهر، يعني اجعلني اتطهر بالدم. وممكن تؤخذ بمعنى روحي ان ربنا يطهر الانسان.